أخبار اليوم. كان الأخ محمود البنا جايبه الأخ أحمد بجاد. أحمد بجاد معروف كراهيته الشديدة لنادي الزمالك. وأحمد بجاد كاتب بيان عبيط النهاردة زيه. البيان المكتوب النهاردة في الجرايد ده مش تحت كورة. ده بيان عبيط طالع من واحد عبيط. ويا أخي أنت مش ريحتني واستقلت. مش أنت برضه بتاع البنطلون والجزمة بتاع حسن فريد لما ضربك بالجزمة. أنت كومبارس يا جماعة، أنت كومبارس، أنت أنا آسف. هو أنت يا أحمد بجد مش كنت موقوف قبل كده لمدة سنة لما كنت في نادي الحمول. إزاي جيت رئيس، إزاي جيت وجيت في اتحاد الكورة؟ هو إحنا عندنا ذاكرة السمك بننسى؟ أيوه أنت كنت واخد كنت واقف. أنت ناسي مش عارف ضرب نازل ضرب حكم ولا ضرب مين في الملعب. فالبيان العبيط اللي أنت كاتبه النهاردة ولن نسمح ولن نرضخ ولن الكلام الأهبل اللي أنت كاتبه ده. كلام احنا خدناه رميناه في اقرب صفيحه زباله. ومش ده بيان طلب اتحاد الكوره. لان معظم اعضاء مجلس اتحاد الكوره كلموني من امبارح بيتكلموا معايا. انت نشاز في وسط هذا الاتحاد. انت كومبارس في وسط هذا الاتحاد. انت مين؟ مش ده برضه مرتضى منصور انت كنت قرب منه وبعت له رز وفسيخ؟ ها؟ ولانك مش صاحبي. ومعرفكش ويشرفنيش تكون صاحبي. بعتهم لك في اتحاد الكوره احمد مجاهد كان عنده اجتماع. يا فندم الرز ده بتاعك؟ ايوه. الفسيخ ده بتاعك؟ ايوه. مرتضى ما ياخدش هدايا من امثالك. ورجعتهم له قلب الاتحاد. ايه الغل اللي في قلبك ده؟ عامل لي بيان اهبل. وانت عارف القصه ايه ولا ماشيه ازاي؟ واحنا بندافع وخلاص. وانا لما يكون عندي لاعب فاسد ادافع عنه ومدرب فاسد ادافع عنه؟ لا قطع رقبته. اللي حصل مهزلة. وقال اتحاد الكورة اول الولد اسمه مجاهد بدل ما كل شوية تطلع بيانات. ايه رايك في الخيبة بتاعت ماتش السنغال اللي اتلغى في دبي؟ ايه رايك في الخيبة بتاع المنتخب الاولمبي؟ ايه رايك في الخيبة لما حسن فريد ضربك بالجزمة؟ ايه رايك في الخيبة والخيبة والخيبة والخيبة؟ بيان ايه اللي انت بتطلعه؟ ايه البيان العبيط اللي انت بتطلعه ده؟ طب اسال زملائك من امبارح بيكلموني بيقولوا لي ايه؟ غالبيتهم ايه ده يا ابني؟ وبعدين هو الراجل عامل جمعيه العموميه 280 باين مقعد ولا مش عارف من ايه. يبقى مركز الشباب حتى مش نادي بيلعب في القسم الرابع، مركز الشباب ما دخلوا زي الزمالك والاهلي بصوت. الكلام ده اتغير في مجلس النواب ان شاء الله يا استاذ يا بتاع الرز والفسيخ.